يتعلق بالأطراف المحلية أنا نعطي مثال محدد، هو القضية ديال ظهير العسكري. هذا أمر عبرنا عن موقف واضح بأن هذا الظهير الذي صدر في جريدة رسمية ديال 24 نوفمبر 1958 تم نسخه في إطار ظهير تالي صدر في دجنبر 1959 يتعلق بالتقسيم الإداري والذي يهم 16 إقليم بالإضافة لعملته، وضمن هذه الأقاليم إقليم الحسيمة. وجاء بصريح العبارة في هذا الظهير التالي المتعلق بالتقسيم الإداري أنه تنسخ كل الضغائر المنافية للظهير. ورغم ذلك ما زال يقع الإصرار على الترويج لأن إقليم الحسيمة منطقة عسكرية. أي رسالة نوجهها للمستثمرين؟ أي رسالة نوجهها لكل المعنيين بتطور فضاء الحريات والحقوق في بلادنا؟ في حين الواقع متبادل بظهائر يمكن لأي مواطن أن يذهب للجريدة الرسمية الرقمية ويبحث ويستخلص. الموضوع انتهى. جاء السيد رئيس مجلس الوطني لحقوق الإنسان في برنامج تلفزيوني وأكد ذلك. جاء برنامج ثاني وأكد ذلك عبر السيد وزير المنتدب المكلف بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة في القناة الثانية. ثم السيد وزير الداخلية بنفسه في زيارته للمنطقة. فلماذا يقع الإصرار على ترويج هذا الأمر؟ بالتالي نحن إذا ضرورة تحمل المسؤولية في توضيح وفي التواصل وفي الإنصات. ولهذا ما قدمته بين أيديكم من مواقف مسؤولة للحكومة والتي تعني مختلف المناطق. السيد رئيس الحكومة ليس اليوم، منذ البداية وجه الوزراء لا في العلاقة مع البرلمان لا في العلاقة مع الجهات. دابا احنا الآن أحد الإجراءات المستعجلة الإسراع بإخراج المراسيم المتبقية على مستوى قوانين الجماعات الترابية الثلاث، جهات والعملات والجماعات المحلية. والعمل متواصل في مختلف المناطق، ودعوة الوزراء إلى القيام بزيارات محلية من أجل تتبع المشاريع على الأرض ليس فقط في إقليم الحسيمة أو في إقليم آخر بل على المستوى الوطني، لأن هذه مسؤولية ونحن كحكومة معنيون بها. والتتبع هذا الأمر أحد القضايا المطروحة بالنسبة إلينا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.